نشرة أخبار الوكالة نيوز، أهلا بكم. كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء، إذ يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافع على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصمة على شمال الصعيد. وأوضح الخبراء في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل أن يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، إذ يتأثر شمال الصعيد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي. استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع أعضاء لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وبحضور كل من اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان يأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية، مضيفا أن هناك عدة وزارات تعملت على وضع هذه الاشتراطات وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن. ومن المهم أن نشرك معنا مجلس النواب باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري، ولهذا فإن الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها. وعلى الصعيد الدولي، ألغت إسرائيل مشاركتها في معرض الدفاع الدولي بالإمارات الأسبوع القادم بسبب قيود السفر الجوي المفروضة جراء جائحة كورونا، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين. وأفاد المسؤولون بأن سبب إلغاء هذه المشاركة يعود إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل في 26 من يناير الماضي على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريا بينما تكافح للتصدي لتزايد تفشي فيروس كورونا. ورياضيا، بات المهاجم الدولي المصري الشاب مصطفى محمد والمنتقل إلى صفوف فريق غلطسراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، حديث الصحافة التركية مؤخرا، وذلك عقب تألقه اللافت والسريع مع فريقه التركي. ونجح لاعب الزمالك المعار في تسجيل أهداف في مختلف المباريات التي شارك فيها مع الفريق منذ انتقاله إليه، إذ نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات شارك فيها مع غلطسراي، وذلك بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري التركي وهدف وحيد في بطولة الكأس كان أمام ألانيا سبور. وفنيا، كشف عدد من أبطال فيلم السرب عن الشخصية التي ستظهر ضمن العمل السينمائي والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض، ونشر الفنان آسر ياسين أول صورة له من كواليس فيلم السرب الذي تم طرح البرومو الدعائي الأول له الساعات الماضية، وظهر وهو يؤدي التحية العسكرية، كما ظهر بالصورة اسم شخصيته بالفيلم وهو المقدم طيار هشام جلال. وكشف الفنان أحمد حاتم عن الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث فيلم السرب، وعلق على صورته قائلا: الشاذلي السرب. ويقدم الفنان شريف منير خلال أحداث فيلم السرب شخصية مميزة، حيث نشر منير صورة له وهو يرتدي بدل الضابط معلقا قريبا الفريق شريف المصري في السرب. والآن نختم بأهم أخبار المال والأعمال. قال رجب محروس المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية إن الفاتورة الإلكترونية أحد مراحل تحول مصلحة الضرائب من النظام الورقي إلى الإلكترونية، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالرقمنة ووضع مصر على طريق المتقدمة وفقا لمصر 2030، مشيرا إلى أن أهداف التحول الرقمي في المصلحة تتمثل في 16 هدف، أولها الإقرار الضريبي وتم الانتهاء منه. ولفت إلى أنه سيجرى توقيع عقوبة تتراوح بين 20,000 إلى 100,000 جنيه لرفض التعامل بالنظام الرقمي مثل السداد الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية أو تقديم الإقرار، لكن هذه العقوبة لا توقع في الوقت الحالي انتظارا لصدور القانون. إلى هنا وتنتهي نشرتنا الإخبارية، تقبلوا تحياتي، إلى أن نلقاكم في نشرة إخبارية أخرى، وإلى اللقاء. يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طابت أوقاتكم.